تعرفي يا نودي مامتك مسجلاكي ايه على الموبايل؟ بيوتي. طيب مدام ناهد، تعرفي نودي مسجلاكي ايه على الموبايل؟ الهانم. انتوا مذاكرين؟ لا والله، بس هي احنا بنادي بعد كده اصلا. الهانم مسجلاها كده. انت اسمك الهانم وهي الهانم؟ هم اللي طلعوه. روقان. طيب اكتر حاجه بتتخانقوا عليها باستمرار ايه؟ شحن الموبايل لو اتاخد من جنبها، وراس السمكه. وراس السمكه. انتوا خناقاتكم عميقه قوي. كبرتوا على الكلام ده يا جماعه، كبرتوا. كل واحد يبقى له شاحن على فكره جدا، وكل واحد عنده سمكه. انا غلبت، كتبت حرف اسمي على الشحن، وعلمت الشحن، وخدت الشحن. بس بصراحه ساعات كتير انا اللي بغلط وباخد الشحن بتاعها. يا لهوي، بتبقى مصيبه سودا في البيت. اتفضلي. انا احب احط الحاجه في حتت. شحن هنا في المكتب، شحن في اوضه النوم، شحن كذا، نشحن هناك. ما ناخدش بقى الشحن ونمشي بيه في البيت. فانا لما اجي ادور على شحن ما الاقيهوش. بس طلب بسيط جدا، لا يمكن يتنفس. ماما مشاكلكم كلها في النساء، مش انا لوحدي يعني. نودي، مره ماما استخدمت اي اداه في تربيتك؟ يا اي اداه؟ كل الادوات اللي حواليها. الادوات المستخدمه في التربيه اغلب. سيبيها يا دنيا. ايه استخدمت ايه ادوات؟ الشبشب موجود، الشماعه موجوده. الشماعه؟ شماعه. ايوه. لا يعني هوشت مرة بس. مره كبيره قوي فاكره. في مره بس دي كانت كبيره قوي. خدت مخده وقررت انها تحط مخده على وشي تموتني. لا بتهزر. لا كان بجد. اخويا قعد عايزه تموتي بنتي. كنت عملتي ايه؟ نسيت والله. لقيتني بتكلم في التليفون متاخر، كنت في المدرسه، فلقيتني بكلم صغيرة متاخر. وانا مش عارف هي بتكلم مين، ما بتكلم مين. حاجه كده مش عجباني. رحت واخده المخده وحطها فوق دماغي. اخويا قعد يصوت. واخويا كان اصغر من هيشد. ماما نودي هتموت. لا، الشبشب والشماعه والحاجات دي ده الرفاهيه بعد ده. الدلع بعد. ايوه، الشبشب والشماعه بتهوش بيهم يعني، بتهدد بيهم ولا بتستخدمهم؟ لا، بتحدف. بحدف. بتحدف. يا صابت يا خابت يعني، يا جد يا رب. يعني ماما لما تمسك حاجه ما تتعاملش مع الموضوع باستهانه، لازم تاخدي ستر. لا لا، كلنا في البيت مش عارفين ده ايه. هي ماشيه عماله ساعات اقعد وايوه الاقي الساحه جنبي يا شباشب، فنديها الشبشب عشان نخلص. خدي يا حبيبتي، محتاجه ده تضربي بيه ولا حاجه. مين فيكم زعله اصعب من التاني؟ يعني لما يزعل يقعد وقت كتير. مش انا طيبه جدا، انا طيبه بجد. انا اي حد بيقول لي ما تزعليش ببقى ما بزعلش خلاص. لا، هي مش طبيعي. ماما زعلها وحش. زعل تزعل كتير. عيب عيب عيب، عارفه. بس انا زعلي وحش. بتبقى إيه؟ ممكن انك ما جبتيش حاجه وانت جايه وطلبها منك. ايه اتفه يعني. ايه اتفه حاجه ماما زعلت منها وزعلت يعني؟ كل الحاجات. قولي انت. هي إيه لو نسيت الحقيقه يعني، نسيت اي حاجه انا طلبتها، ما اعرفش ليه بتكبر في دماغي قوي. اي حاجه ممكن ابقى فعلا ما خدش بالي يعني، ممكن ابقى فعلا نسيت، وتبقى حاجه بسيطه بس انا هي طلبتها مني وانا رايحه لها، فانا ما جبتهاش، فهي بتحس ان انا كده هي ما بقتش مهتمه بيها، وهي مش مهمه بالنسبه لي، وان هي انا خلاص بقى يعني انتهيت من حياتكم، مش فاكرين اللي انا عايزاه. دراما الامهات. دراما الامهات قوي قوي. طب لما بتيجي تصلحيها بتدلعيها ازاي؟ شوكولاته بتمشي معاها كويس. ورد ازرق او موف بيمشي كويس قوي. ده بيحل بسرعه. الورد الموف ده. ايه تاني؟ لما بيبقى بقى الموضوع كبير قوي ممكن خاتم او ده، بس كده الموضوع كبير قوي. وبتقبل الرشوه عادي؟ لا لا لا، ده هو ما نعرفش ان احنا صالح غير كده. ببقى محدداها كمان. هي دي الامهات يا جماعه، هي دي الامهات. لا، ماما ما بتقبلش بقى. الامهات متاسسه.